شؤون عربية تواصل بحضراتكم وحلقة جديدة نستعرض خلالها المزيد من الأحداث التي تشهدها الساحة العربية على اختلاف الدول وما تشهده من تحديات، ما تشهده من استحقاقات انتخابية كذلك، سواء انتخابات تشريعية برلمانية أو انتخابات رئاسية. أكثر من وقفة مع تونس، مع البحرين، مع غيرها من الدول العربية التي تشهد حراكا في الأحداث، بالإضافة أيضا إلى متابعة تحليلية لاتفاق السعودية، اتفاق الخليجي التكميلي بمبادرة من السعودية، الترحيب المصري، الأفاق التي يطرحها المزيد من التعاون العربي والتغلب على أي خلافات ممكن أن تكون ظهرت على السطح بين الأشقاء العرب في الأونة الأخيرة. نبدأ معكم بالجولة المعتادة مع أبرز الأخبار، وأول المحطات التي نتوقف فيها لبنان. نحيي هذه الأيام الذكرى 71 لاستقلال لبنان الذي كان قد أعلن استقلاله في عام 1943 منهيا انتدابا فرنسيا استمر 23 عاما. ألغت السلطات اللبنانية الاحتفال السنوي الرسمي بذكرى الاستقلال والذي تصادف اليوم نظرا للانسداد في الأفق السياسي الحادث في الأونة الأخيرة، عدم التوصل حتى الآن إلى تسمية لرئيس الجمهورية المرتقب، جلسات تعقد ولا تتوصل وصل إلى حل، العدم الوصول إلى النصاب اللازم. وربما هذه الذكرى تنطوي على قدر كبير من الأهمية مما يثير حالة من الاستياء لعدم إحياء هذه المناسبة هذه الأيام في لبنان. نقترب بشكل أكبر من الأوضاع في الوقت الحالي، هل يمكن أن يكون هناك أي شكل من بوادر الأمل، من بدائل ربما تعفي الأفق السياسي من أن يتعرض ل مشكلة ويؤثر بالتبعية على الأولويات في البناء والإصلاح الذي يأمل سواء الساسة اللبنانيون أو المواطنون اللبنانيون كذلك في التواصل إليه في أقرب وقت ممكن. معي المزيد من المتابعة سيد ميشيل فرعون وزير السياحة اللبناني. بعد تحية مع الوزير، يعني أهلا بك. يعني ما هي دلالة أن يلغى الاحتفال السنوي الرسمي بذكرى الاستقلال بالنسبة إليك؟ يعني بالطبع السبب طبيعي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الدولة وهو رئيس كل السلطات، بالطبع كان الحفلات اليوم هنالك طبعا استياء وحزن أن لا نستطيع أن ننتخب رئيس الجمهورية بعد عدة أشهر من الفراغ ولا يزال هنالك شهور في الرئاسة. بنفس الوقت طبعا يعني هذا الشلل يعني بدأ يزحف على المؤسسات الدستورية من الحكومة ومجلس النواب، وكان من الطبيعي أن يكون هنالك موقف بإلغاء المناسبات الرسمية، وإذ أن يعني لا يزال هنالك استقرار أمني يعني نسبي واتفاق أمني بين جميع الأطراف اللبنانية، الأحزاب اللبنانية، ولو أن هذا الاتفاق الأمني للأسف لن ينسحب بعد على يعني اتفاق سياسي نحو انتخاب رئيس جمهورية. سعادة الوزير، هل من حلول مطروحة على الطاولة للتعامل بجدية، وأيضا لأن عمل الوقت بالتأكيد غاية في الأهمية مع هذا الجمود الحاصل الآن بسبب عدم التوصل إلى تسمية لرئيس الجمهورية؟ نعم، يعني بالطبع يعني كان هنالك امل مع المؤتمرين لدعم لبنان، المؤتمرين الدوليين ودعم الجيش اللبناني، ان يكون هنالك مجال وتشجيع للفرقاء اللبنانيين ان ينتخبوا رئيس الذي سيحظى على الدعم الدولي، الا ان بعد 4 أو 5 أشهر بدا من الواضح جانب طبعا الاتفاق الأمني والداخلي الخارجي الإقليمي العربي والتحييد لبنان من الأزمة يعني الأمنية الإقليمية، بس إنما يبدو أن ملف الرئاسي أبدا يعني أصبح يعني مرتبطا بشكل أو بآخر بالملف العربي والإقليمي والدولي، وللأسف نأمل أن يعني يكون هنالك نوع من الاتفاق الخارجي أيضا على تسهيل أكبر أو تشجيع أكبر على لوصول إلى الرئاسة. كما نعرف يعني سابقا سلاح التعطيل الذي
يعتمده بعض الأطراف، لا سيما أطراف 8 آذار، يعني استعمل سابقا في 2007 وكان هنالك مؤتمر الدوحة وسلة من التعيينات أو الاتفاق على قانون انتخاب ورئيس جمهورية وغيره، كان هنالك اهتمام دولي بهذا الملف. أما اليوم يعني المجتمع العربي والإقليمي الدولي منشغلا في عدة ملفات بالتأكيد، ولكن في النهاية لا يسعنا سوى أن نقول أنه يؤمل أن يتم تخطي هذه المرحلة حتى يلتفت اللبنانيون يعني ألويات أكثر جدارة بأن يتم النظر إليها لاستشراف مستقبل أفضل للبنان في الفترة القريبة القادمة. شكرا جزيلا معالي وزير السياحة اللبناني السيد ميشيل فرعون. تحول إلى تونس وهي كذلك تشهد استحقاقا مهما قاب قوسين وأدنى من الاستقرار كذلك على رئيس جديد، وسط تساؤلات هل يمتد هذا التراجع الذي لوحظ في الانتخابات التشريعية للتيار الإسلامي إلى السباق الرئاسي التونسي. تونس دخلت بعد منتصف ليل الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم أو الغد بالأحرى، فيما أنهى مجلس الوزراء التونسي آخر الاستعدادات لتنظيم هذه الانتخابات. أدلى الناخبون التونسيون في الخارج بأصواتهم في اليوم الأول من عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر 3 أيام، واستثنت هيئة الانتخابات إجراء عمليات الاقتراع في كل من سوريا والعراق وليبيا نظرا لعدم توافر الظروف المواتية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في تلك البلدان. إلى البحرين حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال حوالي 350,000 ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي بدأت اليوم. تعد هذه الجولة من الانتخابات هي الجولة الرابعة التي تشهدها المملكة وسط دعوات من المعارضة الشيعية لمقاطعتها. وصفها البعض بأنها مرحلة حاسمة وفاصلة لاستقرار المجتمع البحريني، توجه الناخبون في البحرين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في المجلسين النيابي والبلدي. نحو 350,000 ناخب بحريني ممن يحق لهم التصويت دعوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان البحريني. ويتألف المجلس الوطني البرلمان من مجلسين، مجلس للنواب الذي ينتخب بالانتخابات العامة بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك، ويتكون كل مجلس من 40 عضوا، تستمر ولايتهم في البرلمان 4 أعوام. وحطمت انتخابات العام الجاري الأرقام القياسية فيما يخص أعداد المرشحين واختصاصاتهم، حيث تقدم للترشيح 493 شخصا، واستقر العدد بعد إغلاق باب الانسحابات عند 419 مرشحا نيابيا وبلديا. ويؤكد بعض المراقبين أن تلك الانتخابات تحظى بأهمية قصوى من جهة تأكيدها على المسار الديمقراطي البحريني، ومن جهة أخرى لأنها تجري وسط توترات إقليمية تنعكس على المنطقة. وبحسب المراقبين فإن نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية التي يقطنها 1.3 مليون نسمة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات البلدية أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011 ضد الحكم في خضم ثورات الربيع العربي، كما أنها تعد الانتخابات الرابعة منذ أن دخلت البحرين عهد الإصلاح السياسي قبل 10 سنوات.
تجرى الانتخابات التشريعية البحرينية وسط تطلعات وربما كذلك مخاوف ربما أو بعض العقبات التي يتمثل بعضها فيما أشرنا إليه في الخبر السابق، دعوات من المعارضة الشيعية لمقاطعة تلك الانتخابات. نتعرف على الأجواء ونتعرف كذلك عن التحديات أمام البحرين في هذه المرحلة. معي عبر الهاتف السيد منصور الجمري، رئيس تحرير الصحيفة صحيفة الوسط البحرينية. تحية لك سيد منصور. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني ما هي التحديات التي تواجه البحرين بالتزامن مع انعقاد الانتخابات البلدية والتشريعية في البلاد؟ من الواضح أن اليوم أن لدينا انقسام كبير جدا وعميق وشرخ عميق في المجتمع، لأن هناك مناطق لا يوجد فيها حركة باتجاه التصويت بالشكل الذي يتوقعه أي شخص في مثل هذه الفترة، وأيضا تذهب إلى مناطق أخرى تجد أن هناك حضور ومكثف لمواطنين يصوتون في عملية انتخابية. إذن نرى أن هناك انقسام حاد تعزز خلال السنوات الماضية وجاء ليكون واضحا في هذه الانتخابات. والتحدي الأكبر على البرلمان المقبل سيكون في ماذا كان بإمكانه أن يجمع البلد مرة أخرى، أن يكون لدينا مجتمع واحد بدلا من مجتمعين. نعم سيد منصور. نعم معك. يعني هذه الجولة من الانتخابات هي الرابعة التي تشهدها المملكة، وكنا قد أشرنا إلى بعض المخاوف من أن يكون هناك شكل من أشكال التعطيل على الأقل من قبل ما تابعناه من معارضات شيعية، من دعوات شيعية معارضة لمقاطعة هذه الانتخابات. يعني هل يعول على ذلك بأنه يمكن بشكل أو بآخر أن يعرقل هذه المسيرة الديمقراطية؟ هي لن تعرقل، يعني الانتخابات الآن اكتملت، الآن أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها وسوف يعلن الفائزين، سوف يعلن من فاز في هذه المقاعد الأربعين، وبالتالي سوف يتشكل البرلمان. المشكلة لدينا أن من الواضح أن دعوات المقاطعة لها استجابة في نصف المجتمع على الأقل، أو نصف المجتمع يتأثر بها والنصف الآخر لديه واقع آخر. فبالتالي نحن التحدي الأكبر الذي طرحته هو أن ما بعد هذه الانتخابات، هل سنتمكن أن سيتمكن البرلمان من تحديد مسيرة تجمع الجميع؟ وهذا السؤال الأكبر الذي نأمل أن ننجح فيه. أشكرك شكرا جزيلا سيد منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية. إذا تحدثنا سواء عربيا أو خليجيا وبمتابعة لغالبية الملفات العربية، نرى أنه من الأهمية بمكان وبشكل طارئ جدا أن يكون هناك تحقيق للتوافق العربي المنشود الذي ربما مر ببعض العثرات في الفترة الأخيرة، انطلاقا أيضا من تعاظم التحديات. يكفي أن نتحدث عن مواجهة الإرهاب الذي يطل بوجه قبيح جدا على المنطقة العربية، مما يتطلب الجهود الحثيثة والمساعي الجادة لرأب هذا الصدع العربي الذي ربما ما بين الحين والآخر يبدو في الأفق. ذلك كان هو كلمة السر التي دفعت إلى كل هذا الترحيب بالمبادرة السعودية المشكورة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر، وما نظر إليه بأنه تعزيز حقيقي لجهود العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة، والتطلع لبدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء لمصلحة العرب جميعا. نتابع المزيد ونعود إليكم لقراءة تحليلية لهذه الدعوة، الترحيب المصري بها، ما يعول عليها وكيف يمكن أن يبنى عليها كذلك خدمة لتحقيق الأهداف العربية المرجوة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها عالمنا العربي. الخليجية وإنهاء الخلاف مع قطر، كان هذا هو أهم ما جاء في القمة الخليجية الاستثنائية التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور كل من أمير الكويت وحاكم دبي وأمير قطر والعاهل البحريني.
القمة الخليجية الاستثنائية جاءت بعد أسبوع من تأجيل قطر اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تأجيل اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وكان قد سبقت تأجيل جولة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، شملت الدوحة وأبو ظبي والمنامة. قمة الرياض أقرت بالتزام الدوحة بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أقر عبر وزراء خارجية دول المجلس في وقت سابق، وأن القمة الخليجية ستعقد الشهر المقبل في الدوحة كما هو مقرر لها من قبل. البيان المشترك الذي صدر عن القمة نص على التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، والذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ودفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك. وبناء عليه فقد قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر. القمة أيضا أسفرت عن محاولة رأب صدع البيت العربي بتقديم المملكة العربية السعودية مبادرة للتصالح بين مصر وقطر، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. مصالحة خليجية خليجية إذن، ومحاولة لتصالح عربي عربي شامل. عسى أن يتفق العرب هذه المرة وتجمعهم مصالحهم المشتركة وأمتهم الواحدة. رشا أبو المحاسن، النيل. تحديات جسام تواجه أمتنا العربية والإسلامية لتبقى هذه الدعوة السعودية وهذا الاتفاق أو التكميلي للرياض ليكون قدر تطلعات المصريين والعرب جميعا لوحدة الصف العربي وتقوية هذه الوحدة من جديد في مواجهة الأخطار المحدقة بعالمي العربي والإسلامي. وربما العنوان الأساسي الذي يندرج تحته كثير من العناوين الأخرى الفرعية نحاول أن نحللها مع ضيفنا الكريم هي وضع إطار شامل للتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة العربية والإسلامية. وجه تحية العربية دكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، رئيس اتحاد المنتجين لدول الخليج ومؤسس التجمع الخليجي خليجيون يحبون مصر. اهلا بك. اهلا بك، مساء الخير. مساء الخير. يعني اتوقف مع هذا التجمع الخليجي خليجيون يحبون مصر ليؤكد بان يعني حتى وان اختلفت الصيغ او اختلفت الكيانات التي تجمع العرب، يبقى الكيان الاكبر بالتاكيد هو ان يكون او التطلع الاكبر هو انهاء اي خلافات ممكن ان تكون ظهرت على السطح في الفتره الاخيره تعكر الاجواء العربيه وتصرف الانتباه عن الاولويات التي يجب علينا جميعا كعرب ان نلتفت اليها في هذه المرحله الحرجه التي يمر بها العالم العربي والاسلامي. لنبدا بهذه الدلاله لاتفاق الرياض التكميلي، دعوه السعوديه لدعم هذه المبادره، الترحيب المصري وترحيب الدول العربيه جمعاء بهذا الطرح. يعني كيف يمكن البناء على اتفاق الرياض التكميلي لإرساء أسس للتعاون العربي المشترك وإبعاد شبح الفرقة والانقسام عنه؟ أنت تعلمين أنه سمو أمير الكويت، نعم، هو شيخ الدبلوماسية العربية، وهو عمل في الدبلوماسية، مسك وزارة الخارجية أكثر من 40 سنة حتى وصل إلى حكم الكويت. هذا الرجل مخضرم في من الناحية السياسية. تعلمين أن الكويت هي التي ترأس الآن القمة العربية، وبنفس الوقت الكويت هي التي أسست مجلس التعاون الخليجي، فكان هم الخليج والبيت الخليجي وخاصة الخلافات التي بدأت ما بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، فسمو الأمير شال هذه الهموم بشكل كبير جدا، وعمل رحلات مكوكية كبيرة حتى يوفق ما بين دولة قطر وما بين الدول
الخليجية هي المختلفة. هي مشكورة بالتأكيد توجد بالتكريم وكان نعم. في احتفالية بالجامعة العربية وكان نعم. في حرص من قناته الأخبار نعم. على متابعة المغطية. ولكن بادرة خادم الحرمين الشريفين حقيقة كانت بادرة سمو الأمير الكويت ب يعني التجمع الخليجي أو لتعديل البيت الخليجي كانت مهمة. فاجأنا خادم الحرمين الشريفين وهذا ليس قريب عليه حقيقة، هو رجل يحمل هموم الأمة العربية بقلبه. هذه المبادرة التي هي التصالح العربي وبنفس الوقت التصالح المصري القطري، يعني باعتقادي طبعا كانت مفاجأة، كان الكثير يعول على أنه الاستجابة حتى الاستجابة الإعلامية استجابة ضعيفة أو أنه هنالك يعني عدم رغبة في هذا التصالح، ولكن المفاجأة كانت أنه كثير من الإعلام العربي أيد هذه المبادرة. وهذه المبادرة كما ذكرتي الآن الأمة العربية تمر بظروف صعبة جدا ويعني بعنق زجاجة، وهنالك خطر يحيط في كل الدول العربية وخاصة دول الخليج. فالمبادرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالتصالح مع دولة قطر أتت في الوقت المناسب، وباعتقادي واحد مثل خادم الحرمين الشريفين لا يمكن أن يطلق مبادرة إلا وهو متأكد من هذه المبادرة. وأنا أقول أتمنى أن تكون يعني هذه المبادرة فيها حسن النوايا، إذا أحسننا النوايا نجد أنه ممكن المبادرة هذه تأخذ. هو طبعا حسن النوايا مطلوب جدا، لكن بالإضافة لحسن النوايا مطلوب من الأطراف خاصة تلك التي كانت ربما تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تعكير الأجواء أن يكون هناك تعاطي جاد من قبلها وأن تتلقف هذه المبادرة حتى تثبت حسن النوايا. يعني أخذ الجملة دي انطلاقا للسؤال اللي جاي اللي عايز أقوله حضرتك. نعم. حضرتك قلت أن كان ممكن يكون في تدني في سقف التوقعات من أن يكون في ترحيب بهذه المبادرة. نعم. بالتأكيد ده كان استنادا للتكديرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، كان في سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها دولة قطر، كان في ما أثيرة وللأسف هو ما زال موجود حتى هذه اللحظة نأمل أن يكون في عدول عنه، تدخلات قطرية في الشأن الداخلي المصري وما تابعناه ودعم لتنظيم الإخوان الإرهابي وما إلى ذلك. يعني هل ترون بأن ما نشهده الآن هو الشرارة بداية لتعطيات إيجابية يتوقع أو يعني يستثمر يعني أو يعول أن يستثمرها الجانب القطري لتبديد أي شكوك أو أي هواجس لدى الأطراف المتضررة من بعض الممارسات في الفترة الماضية؟ والله يعني من المفروض الآن بعد هذا الترحيب الكبير من كثير من المثقفين ومن الإعلاميين وكثير من الدول العربية التي يعني تحدثت وتكلمت عن هذه المبادرة وأثنت على هذه المبادرة، باعتقادي لابد لدولة قطر أن تنتهز هذا. يعني أنا قلت من شوية أنه كان توقعات أن تلاقي المبادرة هجوم من كثير من الناس، لأن الشارع المصري معبأ بشكل كبير جدا بما نسمعه وما تداوله ما يتداوله الإعلام من حيث المشاكل التي يعني ترتكبها قطر أو اتجاه النظام في مصر. فالآن باعتقادي فرصة كبيرة جدا أن تنتهز قطر هذا الترحيب الكبير من كل الأطراف وتحسن، ولكن أنا أقول لابد أن يكون هنالك في شفافية بالتعامل ولابد من المصارحة. يعني إذا أردنا أن نتصالح فلابد أن نجلس ونصارح بعض ولابد أن نتحدث بشكل يعني جيد حتى يعني ينظر له المجتمع وينظر له المتلقي من الجماهير. نعم. ومن المواطنين المصريين، لأنه الحدث كان حدث كبير جدا والأداء كان أداء كبير جدا والشارع معبأ. فباعتقادي فرصة أن قطر الآن تستفيد من هذا وتبين حسن النية، وباعتقادي رد الرئاسة المصرية على مبادرة خادم الحرمين الشريفين هذا أكبر دليل على أن مصر قلبها مفتوح وعلى استعداد للتصالح. صحيح. وفق شروط معينة. الكويت على علاقة طيبة بالأطراف كافة، وعندما كانت الأجواء
تجدرت في الفترة الماضية وتوج ذلك بفكرة تصعيد الدبلوماسي من قبل الدول الخليجية الثلاث كما أشرنا، مسألة صاحب السفراء وهي بالتأكيد تم العدول عنها في الأيام الأخيرة. كم الدور الكويتي في هذا الشأن وأن تكون الكويت هي الجسر الذي يقرب أي يعني أي خلافات بين الأطراف المختلفة، كيف يمكن أن يستثمر ذلك الدور في هذه المرحلة مع وضع في الاعتبار كذلك بأن الكويت هي التي ترأس القمة الخليجية؟ يعني الكويت دائما هي البلسم اللي يخفف من الآلام الوطن العربي الحقيقة، وسمو الأمير يعني الله يحفظه بذل جهد كبير جدا وعمل رحلات مثل ما قلت في البداية رحلات كبيرة حتى يعني يلم البيت الخليجي، والكويت تستطيع أن تلعب دور كبير جدا. وكما قرأت أنا من كاتب سعودي ومن كاتب كويتي أن هنالك خبر سوف تفاجئ فيه الكويت، هو اجتماع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر. لا أعلم جدية هذا الخبر، ولكن نتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح وأن تستطيع الكويت أن تلعب دور الوساطة كبير الوساطة الكبير في هذه المرحلة. وهذا ليس قريب على الشيخ صباح، لأنه الشيخ صباح على مدى التاريخ الطويل لعب دور كبير في كثير من القضايا العربية، وباعتقادي إذا كان هذا الخبر صحيح فليس قريب على الأمير. بالتأكيد يعني كونكم رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس اتحاد المنتجين لدول الخليج، وأيضا كما يعني عرفتوا أنتم مؤسسون لتجمع خليجي، بالتأكيد لديه ثقل كبير وعليه يعني مسؤوليات تتعاظم يوما بعد يوم، خليجيون يحبون مصر. يعني إذا أردنا أن نوجز الخطوات أو الآليات التي يجب أن ينتهجها العرب في المرحلة القادمة في الأيام القريبة القادمة حتى يكون هناك حالة من الحراك العربي على كافة الأصعدة ليس فقط السياسية، لأن بالتأكيد أثرها حتمتد إلى الاقتصاد أيضا، نشهد تكتلات، نشهد شراكات غير تقليدية على مستوى العالم في مجال الاقتصاد، فيجب أن يكون هناك وقفة عربية، يجب للعرب أن يساعدوا أنفسهم حتى يشكلوا جبهة، لن أقول مماثلة لكن مقاربة على الأقل لهذه الجبهة التي تتشكل وتزداد قوة يوما بعد يوم عالميا. نحن في خليجيون يحبون مصر، لو لاحظت حتى في شعارنا احنا أسسناها منذ ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة. هذا التجدين علم دولة قطر، يعني انه نحن في كل هذا التجمع كل دول مجلس التعاون الخليجي نحن بدأنا فعلا بالتلطيف منذ انشأنا خليجيون يحبون مصر، ولم نعزل في القلب كما ارى في الشعار، ولم نعزل دولة قطر، لان هنالك كثير من ابناء قطر يحملون الحب والتقدير لمصر، فلم لم نعزل يعني قطر عن هذا الحب الذي يعني يجمعنا جميعا كخليجيين. احنا عندنا كثير من البنود، احنا وضعنا برنامج، يعني هذا البرنامج اللي احنا مسمينه تحيا مصر، هذا البرنامج فيه تقريبا 18 بند، 18 بند هي كلها فيها يعني حبا لمصر، ومن ضمن البنود ان نحن نطالب كخليجيون يحبون مصر بان تكون مصر عضو مراقب في مجلس التعاون الخليجي، وهذا الطلب مهم جدا، لانه الان لم يبقى في الامه العربيه الا الجيش المصري، ولابد من تقارب خليجي مصري باي شكل من الاشكال، وبنفس الوقت نحن نشعر يعني بالخليج في خطر شديد جدا يحيط كل منطقة الخليج، فمصر هي قلب العروبة النابض، وهي من المفروض أن يكون هنالك تعاون خليجي مصري، ليس بالحوار أو ليس بالكلام، بل هو لازم يكون يعني تقارب فعلي
ونفعل هذا التقارب. جملة جميلة جدا، ليس بالكلام وليس نعم. بالنوايا الحسنة فقط تفرش الطرق بالورود، يجب أن يكون هناك تفعيل الآليات، لا تخرج فقط المنتديات العربية، طالما شهدنا قمم عربية كثيرة جدا تخرج بتوصيات لكن يعود الشقاق من جديد، تبقى كثير من القضايا المهمة جدا دون حل ودون حسم. يعول بالتأكيد على الاتفاق التكميلي، لكن السؤال الأحرى ماذا بعد هذا الاتفاق، ما الذي يجب أن تقوم به الأطراف المعنية المختلفة وبالتأكيد التي تتضرر من وجود أي شقاق في هذه المرحلة. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحيم التقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية. تحية لك دكتور عبد الرحيم. مساء الخير عليك ومساء الخير على مشاهدينك الكرام وضيوفك أيضا. شكرا. أنا مش دكتور، أنا اسمي بس عبد الرحيم نقي. نعم تفضلي. تفضل. اسمي عبد الرحيم، ما أخذت الدكتوراه بس الدكتوراه شرفنا فيها لما سمعنا صوتك اليوم ومشاهدينك الكرام. أستاذ عبد الرحيم، يعني كنا نتحدث عن الدور السعودي والدور الكويتي وما قامت به السعودية مؤخرا ودعوة خادم الحرمين الشريفين لدعم اتفاق الرياض التكميلي تعزيزا لجهود العمل العربي المشترك. بعد تثمين هذه الخطوة، أيما تثمين، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا بعد؟ كيف يمكن حسن استثمار هذه الخطوة حتى يتبعها خطوات عربية وخليجية أخرى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكون يعني واضحين ودقيقين في مثل هالموضوع. أكيد يعني ما تفضل فيه ضيفك الكريم وما تفضلتي فيه هو هدف كل إنسان، وأهمها هو ترجمة ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين في تقريب وجهات النظر ويعني تعزيز العلاقات ما بين دول مجلس التعاون وما بين نتكلم الوسط أو المجتمع العربي. نحن اليوم تستضيفنا القاهرة عاصمة مصر جمع عربي حول مؤتمر المستثمرين العرب، أعتقد هذه سريعة لأن الخاص يؤمن دائما بالعمل الجاد وبالإنتاج، فبالتالي نحن يعني كقطاع خاص في دول مجلس التعاون لدينا كثير من البرامج التعاون مع الاتحاد في الشقيقة مصر وفي كافة الدول العربية، واليوم أيضا تجمع الدول العربية كلها تحت رأي اتحاد الغرف العربية وفي ضيافة اتحاد الغرف المصرية ترجمة فعلية لتوجهات وتوجيه خادم الحرمين الشريفين قادة الدول العربية. نحن نعتقد بأن ما بعد ذلك هو أن تكون هناك أفعال، والأفعال هي أن تكون تعزيز دور القطاع الخاص العربي بمستوى كبير، وأنا نتوقع بأن الخطوة القادمة أن تكون هناك يعني مصالحنا الاقتصادية ومصالحنا الأمنية تعكس جهود دور المشاريع. فبالتالي اليوم ما قام فيه يمكن الوفد السعودي رئيس اتحاد مجلس الغرف السعودية بوفد كبير وزيارات ميدانية كلها تكرس عملية اتخاذ انزمام المبادرة. فاحنا ايضا في دول مجلس التعاون نؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية، تأكيد الشق الاقتصادي بالغ الأهمية، لكن ماذا بالغ الأهمية لأنه لا أثر أختي على الآن نقطة هو على الإنسان العربي اليوم. التحدي الأكبر ماذا يتطلع الإنسان العربي من هذه الأمور؟ يتطلع إلى حياة معيشية أفضل، فضروري اليوم ندفع عشان نتعاون مع السلطات التنفيذية كقطاع خاص في تعزيز مسيرة الإصلاح، والإصلاح هي هدف الإنسان. فبالتالي احنا نعتقد بأن الإصلاح من خلال الحوار، من خلال ترقية الأنظمة، ومن خلال العمل العربي المشترك، أيضا تفعيل دور الجامعة العربية يأتي هنا صمام الأمان. تفعيل الجامعة العربية دورها بأن تكون دور رائد في العملية ودور أيضا مشارك. لكن سيد عبد الرحيم، هناك بعض الأطراف في حاجة، يعني إذا اتفقت معنا في الرأي، في حاجة أن يعني تقدم بوادر حسن نوايا، تطمينات لجوانب عربية كثر بأن أي ممارسات ربما كانت مقلقة للأطراف العربية سوف يتم تخطيها في المرحلة المقبلة حتى يحدث هذا البناء الاقتصادي الذي تشيرون إليه، حتى يرقى. يعني يجب أن تذل العقبات التي تحول دون توافق بين البلدان بعضها بعض حتى يرقى ذلك، وحتى إذا تحدثنا اقتصاديا إلى سوق عربية مشتركة طال انتظارها، تبقى حلم بعيد المنال حتى هذه اللحظة. ماذا تقولون في ذلك؟
اختي انا اعتقد ما تفضلتي فيها في غايه الاهميه، ولذلك جاءت يعني رساله خادم الحرمين الشريفين وتوجهه الى الوطن العربي والى الشقيقه مصر، فهذا هو كلامك الصحيح اللي تفضلتي فيه، هو التحدي الاكبر في عمليه التعاطي مع هذا الجديد. وانا اعتقد الجديد اليوم انه يجب ان نرى الى المستقبل، وحسن النوايا واضحه في التواجد العربي اليوم والتكاتف، وانا اعتقد ان شاء الله هي كلها يعني خلينا في تاتي من خلال المبادرات. نعم. وانا اتوقع ان الاخوان في مصر والقياده السياسيه في مصر والاقتصاديه تتفهم لهذه الامور، فان شاء الله ندفع باتجاه الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وتحسينه كثير من الامور. ايضا يجب ان احنا نتقارب بعضنا البعض وان لا نختلف في موضوع الحوار. اختي لازم احنا كدول عربيه وانسانيه ان نرتقي الى مستوى الحوار ونتقبل الحوار، فالحوار انا اعتقد هو الطريق الاسلم، ولذلك خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهوريه مصر العربيه كلهم متفقين على هذا المبدا. اذا الحوار البناء هو احد ادواتنا الرئيسيه في المرحله القادمه. شكرا جزيلا سيد عبد الرحيم التقي امين عام اتحاد الغرف الخليجيه، وعوده الى حوارنا في الاستوديو. دكتور يوسف، يعني هل لديك تعقيب على ما تفضل به السيد عبد الرحيم؟ الاخ عبد الرحيم يعني تكلم بحقيقه بشكل باسهاب. الان انا شايف ان هنالك حراك كبير جدا اقتصادي من كل دول الخليج تجاه مصر. بكره في مؤتمر اقتصادي كبير يعقد، تشارك فيه كثير من دول الخليج بوفود كبيره كما ذكر الاستاذ عبد الرحيم، وهنالك وفود كويتيه وعلى راسهم رئيس غرفه التجاره الكويتي. ده غير مؤتمر الاقتصادي لمصر وجهت الدعوة للمشاركة فيه العام القادم بإذن الله. العام القادم مش في مارس. لكن الآن في مؤتمر اقتصادي قدا افتتاحه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا مشاركين فيه. هنالك يعني فيه حراك كبير جدا اتجاه مصر، وهنالك تطمينات. يعني أنا أؤكد أن هنالك كثير من المستثمرين العرب ورجال الأعمال العرب يعني مطمئنين إلى القيادة المصرية ومطمئنين إلى العمل في مصر، وهنالك حراك كبير جدا اقتصادي. وباعتقادي مثل ما ذكر الأستاذ عبد الرحيم الشباب، نحن كذلك مقدمين مشروع قمة اقتصادية اجتماعية للشباب العربي واحنا محددين لها في أبريل. هنالك حراك كبير جدا بالاقتصاد تجاه مصر، والشباب لابد يعني ننظر للشباب نظرة مهمة جدا، لأنه كثير من الشباب يعاني من البطالة، و باعتقادي ان الصناديق التي هي تدعم المشاريع الصغيره يعني لابد ان تلتفت الى هؤلاء الشباب بديلا عن الوظائف الحكوميه التي لا تستطيع الدول العربيه ان توفرها، فالبديل هو دعم المشاريع الصغيره. اذا احسن من القمه الخليجيه القادمه اللي كان مقرر ليها ان تعقد الشهر القادم على ما اظن يعني، وكان في بوادر بانها مهدده بالتاكيد يعني، خاصه بالنظر الى كما قرر انعقادها قطر يعني، ومع وضع في الاعتبار يعني المشكلات اللي كانت اثيرت في الفتره السابقه، كان تقريبا يعني كان في 8 شهور من الغياب عن الدوحه في عقاب قرار سحب السفراء. يعني الى اي مدى بعد الحراك الذي حدث هذه المرة يمكن أن يبدد كثير من المخاوف فيما يتعلق بمسألة تأجيل هذه القمة أو ألا تخرج بما هو مرتقب منه؟ باعتقادي أن القمة راح تعقد في موعدها يعني، وهنالك توافق تام ما بين دول مجلس التعاون الخليجي على يعني حضور هذه القمة وإقامتها في وقتها. وباعتقادي ما تم من اتفاقية الرياض تؤكد على حسن النوايا وعلى أنه قطر التزمت في البنود المقررة في هذه الاتفاقية. وكما أعتقد بأن القمة الخليجية في الدوحة سوف يعني تطلع بنتائج جيدة وبنتائج مهمة، وهذه النتائج أعتقد أنها راح تمس مصر بالذات، لأنه كل دول الخليج يعني متعاطفة مع جمهورية مصر العربية، وهذا التصالح أصلا كان كثير من الخلاف الخليجي القطري هو من أجل مصر، كان هنالك بنود كثيرة تمس مصر وتمس القيادة المصرية. إن شاء الله تتسارع الخطى من أجل تحقيق هذه الأهداف المرجوة. جزيل الشكر دكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، رئيس اتحاد المنتجين لدول الخليج، ومؤسس تجمع خليجيون يحبون مصر، شرفتنا. شكرا. في هذه الحلقة شكرا جزيلا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، لقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس المواد بإذن الله. شؤون عربية، إلى اللقاء.